بس اللي هنفتخر بيهم، بس عايزين تمويل هم اللي نقدر بيهم نبني تكنولوجيا احدث مستقبل. علشان بدل ما نقول ان احنا مضطرين نزود سعر الدواء علشان الخامات بنستوردها كلها من الخارج، فنشتغل على المساله دي في الداخل. طب الكلام ده وهموم الشركه وهموم القطاع ده، عرفنا ان حضرتك كان في اجتماع مع وزير الصحه امبارح، الكلام ده اتعرض ولا ايه اللي تم مناقشته بالظبط يا دكتور؟ لا لا، الاجتماع بتاع معالي وزير الصحة كان وزير الصحة في الخارج، وحضروا مندوبين عنه عشان الناس تتكلم على مشاكل سعرية، مش الاهتمام بالخطط الاستثمارية بتاعة القطاع الدواء وشركة النصر احدى شركات الشركة القابضة مع وزير القطاع الاعمال العام اللي مهتم جدا بالتطوير الاستثماري في شركات الدواء، شأنها يعني شأن شركات الغاز والنسيج والتخصصات الاخرى. ده اللي حضرتك بتتكلمي على المشروع بتاع اللقاء بتاع امبارح. ده يعني اتكلمتوا على اسعار ده كان لقاء لكل من هو بيعمل في مجال الدواء سواء قطاع خاص او قطاع عام او ده اللي كنت بتكلم فيه حتى من شويه مع الدكتور ايمن ابو العيلة عضو مجلس النواب، علشان ازمه التسعير او الاسعار الجديده اللي بيطالب بيها الشركات. هو بالظبط كده. طب رؤيه حضرتك ايه يا دكتور؟ يعني انما احنا يعني تغلبنا على مشكله المحاليل. لا انا عايزه افهم بس وجهه نظر الحاضرين امبارح في الاجتماع بخصوص هامش الربح او السعر يزيد بنسبه قد ايه، يعني الكلام ده اتناقش امبارح ازاي؟ يعني هو الامل ان على مستوى كل الصناع ان الاسعار تواكب، يعني حتى تبقى يطلع الانسان كيت ما يبقاش لا كسبان ولا خسران. الا ان افكار كتير معروضه من ضمنها ضريبه القيمه المضافه اللي بتدفع على المواد اللي داخله في الدواء كلها، ليس فقط في المواد الفعاله فتدفع 1% ويحط تحت الحساب 12%. طب ليه ال 12%؟ يعني ده معناه ان 13% مدفوعه برضه، وفي 13% اخرى موجوده لبقيه متطلبات صناعه الدواء. دول اساس يساعد المصنعين على انهم يبقى الاعباء عليهم اخف، وبالتالي الاعباء على قيمه الدواء اخف. طيب سؤال اخير نرجع للجديد والتصنيع اللي هيحصل ان شاء الله، هل في افكار بخصوص تصنيع الماده الفعاله لسوفالدي في الشركه يا دكتور؟ احنا الحقيقه نقلنا تكنولوجيا تصنيع ماده السوفوسوبوفير وهي الماده الاساسيه لتصنيع السوفالدي، واتدرب من عندنا 6 من خبرائنا، 3 فنيين و3 كيميائيين لمده 21 يوم في الصين، والثلاث باتشات التجريبيه اللي مستنيين احنا الخامات بتاعتهم تصل من الصين، والمفترض مخطط ان احنا ننفذ الثلاث باتشات دول في خلال شهر يناير. دول يطلعوا لنا يعني 360 كيلو تكفي لعلاج حوالي 10,000 مريض. ده الثلاث باتشات تجريبية. بعد كده ودي في مصانعنا احنا. طيب كلمة من حضرتك بمناسبة الكلام عن الموضوع ده، المثيل المحلي او المستورد، يعني انه الناس كتير يقول لك انا عايز المستورد، المصري او المحلي ده انا شكك في مدى فعاليته، ترد على الكلام ده بايه يا دكتور اخير؟ لا، هو الحقيقه ده مغالطه كبيره جدا. مفيش فرق بين المحلي والمستورد، المادة الفعالة اللي بتستخدم في المحلي هي اللي بتستخدم في المستورد، التحاليل اللي بتتم على الخام قبل التصنيع طبقا للدستور الانجليزي اللي هو البريتش فارماكوبيا او الدستور الامريكي اللي هو اليو اس فارماكوبيا، ده بيتم لازم تنجح الخام
قبل ما تخش الصناعة، ولما تخش الصناعة بعد كده بتتحلل في معامل وزارة الصحة. يعني الكواليتي كنترول اللي علينا أشد بكتير من الخارجي وإن لم تكن تماثلها يعني. تمام، شكرا جزيلا. ما فيش فرق أبدا، بل بالعكس إحنا يعني بنفتخر بصناعتنا. شكرا جزيلا دكتور حسين عبد الحي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر تصنيع الخامات الدوائية، شكرا لحضرتك.